Good morning. Today, إن شاء الله هنتكلم على unit 2. أول lesson فيها اسم stars and planets، يعني النجوم والكواكب. أول حاجة عايز أعرفها، عايز أعرف يعني إيه stars. They are shining bodies that emit heat and light، يعني أجسام مضيئة بتشع ضوء وحرارة. طبعا كلمة emit هي radiate يعني تشع. زي ما بنبص في السماء بالليل بنلاقي زي ما احنا شايفين في البيكتشر دي، بنلاقي عندي السماء منورة لأن فيها نجوم، بنبص بنلاقيها ستارز. طبعا زي ما احنا شايفين عندها different sizes و different shapes، يعني عندها أشكال مختلفة وأحجام مختلفة، مش كلها ليها نفس الشكل، بس اللي بيتشابهوا فيه إنهم كلهم تشايني، يعني بيبقوا مضيئين أو لامعين. وعشان ليه هما تشايني؟ عشان بيعملوا emit لللايت والإيه والهيت. تمام. طب دلوقتي نقدر نقول يبقى ال stars they are glowing bodies. كلمة glowing يعني shining bodies with different shapes in the vast vacuum which known as space. يعني ال stars ديت أي حاجة بتعمل emit للايت والهيت نقدر نقول عليها إن هي star. طيب هنا بقى، هل لما بنشوف اللي بيخلينا نشوف النجوم ديت وهي إن هي صغيرة خالص في السماء، ليه مش بنشوفها بحجمها الطبيعي؟ لانها كبيره، لانها بعيده عننا. يعني لما يجي يقول لي give reasons stars in the sky appear very small، ليه بتبان على انها small؟ because they are very far away او far away from us او distance from us. يبقى because they are far away from us لانها بعيده عننا، عشان كده بنشوفها على انها ايه very small. زي ما في البيكتشر ده هنا البلين وهي واقفه في المطار تحت، لما زي ما بنقول لو بصينا للبيكتشر دي هنلاقي البلين فوق هنا، هنلاقي ان السايز بتاعها وهي بعيده سمول، لكن وهي واقفه على الارض شايفاها بحجمها الطبيعي. يبقى bodies seem small when they are distance from us. طبعا الاجسام كل ما تكون بعيده عننا كل ما تكون ايه صغيره في الحجم بتاعها. تمام. يبقى لما يقول لي يبقى the stars seems very small because they locate far apart from us، يعني لانها بعيده عننا عشان كده بنشوفها صغيره. طب تعالوا بقى نتكلم على السولار سيستم. يعني ايه سولار سيستم؟ يعني النظام الشمسي او المجموعه الشمسيه. السولار سيستم دوت عشان اتكلم عنه اهم حاجه فيه وذا بيجست بادي موجود فيه هو السن. ذا سن از ا شاينينج ستار راديتس لايت اند هيت، ات از ذا نيرست ستار تو اس. تعتبر اقرب ستار لينا، وات لوك ات از لوكيتد ان ذا سنتر اوف ذا سولار سيستم، موجوده في السنتر بتاع السولار سيستم. طبعا احنا بنشوفها مع انها medium sized، احنا بنشوفها ليه biggest one because it is the nearest star to us. هي تعتبر اقرب نجم لينا علشان كده احنا بنشوفها على انها كبيرة بالنسبة طبعا للستارز التانية. طيب يبقى انا عندي هنا، يبقى ده بالنسبة للسن، عرفنا ان هي برضو بنقول عليها star لانها بتعمل radiates لللايت والهيت، وموجودة it is located in the center of the solar system، وهي the nearest star to us عشان كده احنا بنشوفها كبيرة. نيجي بقى نتكلم على البلانتس. طبعا زي ما قلنا ان الستار located at the center of the planet of the solar system، هي موجودة في السنتر، حواليها المفروض في عندي الايت بلانتس. الايت بلانتس اللي هما الثمان كواكب دولت، يعني ايه اصلا بلانت؟ بلانت يعني كوكب. طب هو هل البلانت دوت ممكن نقول عليه ان هو تشايني؟ لا، هقول عليه دارك بادي. يبقى البلانتس عامة زي ار 8 دارك بوديز، يعني هي اجسام معتمة. ريفولف اراوند ذا سان ان فيكسد اوربتس، يعني بتدور حول الشمس في مدارات ثابتة. هنلاقي هنا مثلا كل بلانت ليه مدار ثابت بيمشي فيه. طب هو هل فعلا السان حواليها في دوائر مرسومة كده؟ لا طبعا، ده دي بنقول عملناها بس عشان نحدد المكان اللي بيمشي فيه البلانت، لكن دي طبعا ربنا كل كوكب حسب قوة جذب الشمس ليه مكان بيمشي فيه وبيتحرك فيه. طيب لو جينا بقى نرتب البلانتس ديت according to distance from the sun، يعني بعدها عن الشمس، هنلاقي ان اول حاجة عندي اللي هو ميركوري اللي هو عطارد. it is the smallest and nearest planet to the sun. يبقى اول واحد عندي اللي هو ميركوري. بعد ميركوري عندي فينوس اللي هو كوكب الزهرة. فينوس ده it is the most beautiful planet، the most beautiful planet يعني أجمل كوكب. بعد فينوس عندي الأرث اللي هي كوكب الأرض وبنسميه watery planet، يعني كوكب مائي لأن موجود عليه الووتر.
وطبعا دوت ذا بلانيت وير وي ليف، يعني الكوكب اللي بنعيش عليه. بعد كده عندي مارس. مارس طبعا لو جينا نشوف الترتيب بتاع الايرث هنلاقيها ذا ثيرد بلانيت فروم ذا سان، هي تالت كوكب. نيجي لمارس بقى، هنلاقي ان مارس بنسميه ذا ريد بلانيت، يعني الكوكب الاحمر، وليه سموه بالريد بلانيت؟ عشان هو فيه ايرون روكس، يعني الصخور من الحديد. بعد مارس عندي جوبيتر. جوبيتر اللي هو ذا بيجست بلانيت، اللي هو الاكبر كوكب، اللي هو المشتري. بعد جوبيتر عندي ساترن. ساترن اللي هو زحل، وبيتميز ان هو حواليه كالر درينكس، يعني حلقات ملونه. بعد ساترن عندي اورانوس. اورانوس it is the coldest planet، طبعا بما انه بعيد قوي عن الشمس هيبقى coldest planet. نبتون دوت it is the farthest planet، لانه اخر planet بعيد عن الشمس. طبعا هنلاحظ ان موقع البوزيشن بتاع الايرث ربنا سبحانه وتعالى فضل خلانا الحياه ليه على الايرث، لانها تعتبر في موقع متوسط، ولا هي قريبه قوي من من الصن زي الميركوري فهتبقى الحراره فيها مرتفعه جدا، ولا هتبقى بعيده زي نبتون بحيث تبقى الحراره منخفضه. تمام، يبقى ده معناه ايه؟ ده يبقى احنا كده اتكلمنا على البلانتس، يبقى نقدر نقول كده ان البلانتس they are dark bodies revolve around the sun in fixed orbits. There are 8 planets. انا عندي 8 planets. These planets are arranged from the nearest to the farthest from the sun as following. بنرتبها حسب الاقرب ثم الابعد. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. طبعا زي ما اتكلمنا قلنا ان Mercury it is the nearest planet to the sun. Venus it is the most beautiful planet. The Earth the planet where we live، وقلنا عشان فيها water، ودي طبعا مناسبة للحياة بتاعت الكائنات الحية كلها. Mars قلنا بنسميه red planet due to the presence of iron metal in its rocks. Jupiter قلنا the biggest planet اللي هو العملاق giant. Saturn a big number colored rings which rotate around it. Uranus the cold planet. Neptune the blue planet. تمام، زي ما احنا قلنا ان البلانتس بتعمل ريفولف around the sun، عندي المونز. المونز they are followers of the planets، يعني توابع البلانتس، يعني هي اللي بتلف حوالين الايه البلانتس. And revolve around them، يبقى they are followers of the planets and revolve around them. طب دلوقتي المون بيبقى دارك بادي، يعني جسم مش مضيء، المفروض ازاي احنا بنشوفه تشايني مع ان هو دارك؟ يعني مثلا في الاكتيفيتي اللي عندي ده، هنجيب سمول بلاستيك بول ونحط على جزء منها فويل بيبر ونجيب التورش. المفروض ان احنا هنغطي الجزء اللي احنا غطيناه دوت بالفويل بيبر، هو يعتبر الايه المون. وبعد كده هنعمل الكلاس كله نخليه دايما دارك. بعد كده هنشوف بقى احنا ايه، احنا هنشوف اي جزء من البول دوت منور. طبعا التورش هي بتمثل لي مين؟ الصن. الجزء اللي قدام الصن هو اللي هيبقى لايتد، اما الجزء اللي بعيد عنها مش هلاقيه بيديني لايت خالص. يبقى ذا مون از ا دارك بادي، يعني ايه من الاكتيفيتي ده استفاد ايه؟ استفاد ان انا اعرف ان المون بيعمل ريفلكت لللايت اوف ذا صن، وده عشان كده بنشوفه تشايني. يبقى it is a dark body revolves around the earth it reflects the sunlight. يبقى لما يقول لي give reason the moon is a dark body but it seems shiny، هقول because it reflects the sunlight falling on its surface، عشان بيعمل reflect للsunlight اللي موجودة على السيرفس بتاعته. يبقى نقدر نقول كده ان السولار سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من الصن it is the center of the solar system. Planets dark bodies they are 8 planets which revolve around the sun in affixed orbits. عندي المونز followers of the to the planets revolving around some planets. Celestial bodies اللي هي الأجرام السماوية زي الأسترويدز والكوميتس والميتيورز والميتيورويدز. تمام، لو خدنا كده الاكسرسايز ده، the nearest planet to the sun is طبعا هيبقى Mercury. The biggest planet is Jupiter. The sun is a star because it هنختار reflects light. Sorry reflects light دي لو هو قال لي المون. Absorb light يمتص. Radiates يعني يشع زيها زي emit. يبقى السن بقول عليها star ليه؟ because it radiates light. We see the moon shining because it بنشوف المون ليه بقى بشوفه shining because it reflects light.
Thank you. Next time, inshallah, هنتكلم بقى على the rotation of the earth around the sun and around itself. Thank you.